شبابنا باختصار لأن الأمهات تركن أجل مهنة والتي لا يستطيعها رجال الأرض جميعا، حتى لو أرادوا تركوا مهمة تربية النشأ. وأصغت المرأة المسلمة إلى أعدائها الذين أوهموها أنها صارت كالبهيمة تحمل وتلد وترضع، قالوا لها لا، ده انت نصف المجتمع، نريدك في كل مكان، نريدك قاضية وعمدة، ونريدك في كل المجالات. فخرجت المرأة وتركت الثغر خاليا وزاحمت الرجال فيما لا تحسنه كثيرا مع الرجال. وهذا الثغر الذي تركته المرأة خاليا لا يستطيع رجال الأرض أن يملؤوه، فدخل أعداؤنا من الثغر الخالي. رسالة إلى حواء. فأوهموها إن هي تحمل تلد ترضع تساوي البهيمة، فاغترت وخرجت. النساء العاملات تطلع من البيت تاخد الولد توديه الحضانة وتذهب إلى العمل. الحضانة دي جراش، مش أكتر من كده، جراش فقط. الولد يجرش فيه لحد ما الأم تخرج من العمل وتاخد الولد، لأنها مش فاضية، عهدت بتربية الولد إلى غيرها. ولا يربي أبدا مثل الأم. ضمت الأم ولدها إلى صدرها يمد جسور الود والرأفة والرحمة بين الولد وبين الأم. رسالة إلى حواء. في أمهات أخرجوا لنا أئمة كبار. أم الإمام سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، إمام الحديث والفقه والزهد، تقول له: يا بني، إذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة؟ فإن وجدت وإلا فلا تتعنى. شوف الأمهات، كلام سبيك الذهب جوهر. تقول له لما تكتب الحديث انظر هل أخذت شيئا من الحديث إلى واقعك وإلى حياتك، ولا أنت عمال تكتب وخلاص؟ يعني هل ترجمت ما كتبت إلى واقع وتدينت به وتعبدت، ولا أنت بتكتب لمجرد الكتابة؟ إذا كنت فعلا تستفيد من ما تكتب وتتدين بما تكتب كمل، وإلا ريح نفسك لا تتعنى. كل المسألة أنك تقيم حجج الله عليك، عارف ومبتعملش. قالت لسفيان: يا بني، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. في آباء عندهم أموال وابنه بيطلب العلم مش عايز يصرف عليه ولا يريد أن يزوجه مثلا، من عنده فلوس اهدي امرأة بتقول انا اكفيك بمغزلي، اشتغل بالغزل وبيعه واصرف عليك، بس انت قف في هذه الوجهة. فكان سفيان، رسالة الى حواء. شو عندنا نماذج من النساء نماذج مشرفة. حفصة بن سيرين ام الهذيل ظلت 30 سنة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، أي حاجة
حاجة، لكن تمكث في بيتها. مكث البيت يصفي القلب ولا يجعل المرء يتلبس بشرور المجتمع الخارجي. المرأة التي تجلس في بيتها ملكة متوجة، لأنها لم تلابس الشر الذي في الخارج، فهذا يعينها على سلامة قلبها وتسديد رميتها وقبضها. رسالة إلى حواء.